والله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحبابي أهل التصوف وإخواني، يا ريت تكملوا معاي الفيديو إلى النهاية، لأن هذا الفيديو به معلومات قيمة. عشان ما أطولش عليكم ندخل في موضوع الحلقة على طول. موضوع الحلقة اليوم هنتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن الفرق بين الحس والمعنى في اصطلاحات التصوف. أحبتي في الله، أولا الحس ما يدركه البصر، أما المعنى ما يدرك بالبصيرة. ثانيا الحس هو ظاهر الأمور، أما المعنى فهو بواطن الأمور. ثالثا الحس قائم بالأجسام، أما المعنى قائم بأسرار الذات وأنوار الصفات. وطبعا الوجود كله يدور بين الحس والمعنى. فمثلا كرة الثلج ظاهرها ثلج، أما باطنها ماء. ظاهرها جامد حس، وباطنها معنى لطيف يسمى علم المعنى، عفوا يسمى عالم المعنى. أما عالم الحس هي أحكام إلهية تختلف عن أحكام عالم المعنى. أما أحكام عالم الحس هي أحكام العبودية، وهي نقائص أحكام عالم المعنى في أحكام الربوبية، هي كمالات. الحاصل أن الحس عين المعنى، أظهر الله الحس لتربح أنت بالمعنى وترتقي وتخوض لبحار الأسرار والأنوار. والحاصل أيضا كل من اشتغل بعالم المحسوسات علما أو عملا لا يذوق حلاوة شهود المعنى إلا بصحبة أهل المعنى من الرجال الصالحين، وإلا بقي منموما مشغولا في عبادة المحسوسات. وإلا بقي منموما مشغولا في عبادة المحسوسات منكرا للمعنى. هذا وبالله التوفيق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا وبالله التوفيق، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.